بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الاكسسوري نيرف والكرينيال نيرفس. الاول يا شباب، انا حابب ان انا يعني اهنئكم جميعا بمناسبة شهر رمضان. ده يمكن اول فيديو ليا فيه، او حتى الفيديوهين اللي فاتوا في الاكسسوري برضو كانوا في رمضان. يعني النهارده اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم، ربنا يرزقنا جميعا رمضان سنوات عديدة، يعني أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو إن الناس اللي بتتابع معايا يعني تدعي كتير أوي في رمضان، يعني تدعوا لنا طبعا، يعني بعد كده دعوا لنفسكم، يعني بس ادعوا لنا الأول. طيب، ما نيجي بقى نتكلم على الإيه، الأكسسوري نيرف. إحنا كنا اتكلمنا عن الكرينيال أكسسوري، زي ما قلنا إحنا عندنا فيه اتنين أكسسوري، في الكرينيال أكسسوري الكرينيال روت، وده اللي زي ما قلنا بيخش مع الفيجاس نيرف، ويعتبر اتشرح مع الفيجاس نيرف ان هو بيخش في النيرف سبلاي للارينجيال ماسلز، كل بقى الارينجيال ماسلز. حتى احنا قلنا العضله اللي كانت الاكسبشن دي دايما اللي هي العضله بتاعه الكريكو ثايرويد ماسل، ما هي كانت برضو بتاخد النيرف سبلاي من برانش من الفيجاس. وكمان عندنا الفارينجيال ماسلز والبالات ماسلز، زي ما قلنا 8 عضلات من عضلات الفارينكس والبالات، قلنا هم 10، وفي 8 منهم بيبقوا تحت اشراف كل من الفيجاس نيرف والكرينيال اكسسوري، وفي 2 اكسبشن قلناهم في مقدمه الفيجاس مش هنعيدهم تاني. نبدا بقى نتفرج على ده. كده كان الكرينيال اكسسوري، ده كان الكرينيال روت. نبدا بقى يهمنا قوي في النك، يهمنا قوي 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 السباينال روت او السباينال اكسسوري نيرف اللي هو لونه احمر ده، اللي هو بينزل يدي نيرف سبلاي. ده بنسميه الاكسسوري نيرف، سباينال اكسسوري نيرف، او بنسميه الاكسترنال برانش، على اعتبار ان الانترنال ده هو اللي بيخش يروح للفارينكس والبلت، او بيخش في الفيجاس فهو بيخش جوه ناحيه الفارينكس والبلت، بينما ده بيبقى الخارجي بيدي نيرف سبلاي للاسترنال ماستويد ماسل والترابيزيوس ماسل. طبعا زي ما احنا شايفين يعتبر السباينال اكسسوري نيرف يعتبر من الكونتنت من الاستراكشرز اللي بتبقى موجوده في التريانجل الشهير المعروف باسم البوستيرو تريانجل، اللي بيقع ما بين الاسترنال ماستويد ماسل والترابيزيوس. ما هو عشان يمشي من الاسترن وبعدين يروح الترابيزيس لابد ان هو يعبر الايه البوستيرو تراينجل. وطبعا يعني ممكن بقى ترجع للاكشن اوف ذا استرنوماستويد ماسل. احنا قلنا مع الاكشن بتاع الاسترنوماستويد ماسل كنا اخدنا حاله ابلايد انه ممكن يحصل فيها حاجه اسمها التورتيكولز. في الحقيقه كون انه انا كاكسسوري نيرف بعمل نيرف سبلاي او بدي امر موتور للاسترنوماستويد ماسل والترابيزيوس ماسل، فبالتالي لو انا عندي ليجن في الاكسسوري نيرف، يعني حصل مشكله في الاكسسوري نيرف، فانا هينتج عني حالتين او هينتج عندي حالتين ابلايد. حاله في الاسترنوماستويد ماسل تسمى التورتيكولز، والحاله الثانيه اللي بتحصل مع الترابيزيوس اللي هي حاله الوينج سكابولا. لما ننزل مثلا للصورتين اللي تحت دول هنجد انه هنا هو بيتكلم عن الليجن اللي هيحصل في الرايت اكسسوري نيرف، الرايت سباينال اكسسوري نيرف. فتلاقيه هنا تحت بيقول لك انه البوث ليجنز، الليجن اللي موجود في الرسمه A وفي الرسمه B هنا وهنا، بيبقوا موجودين في الرايت سايد. البوث ليجنز بيبقوا يوني لاترال، يعني اكسسوري نيرف موجود في ناحيه واحده بس، يعني الليفت اكسسوري نيرف سليم، انما الليجن موجود فين؟ الليجن لك موجود يوني لاترال في جانب واحد على الرايت سايد، يعني الرايت اكسسوري نيرف هو اللي حصل فيه ليجن، يعني الرايت اكسسوري نيرف اللي بيغذي الرايت ترابيزيس اللي هنا، والرايت اكسسوري نيرف اللي بيغذي الرايت استرنوماستويد ماسل. دلوقتي انا ضربت الرايت اكسسوري نيرف، هيبقى عندي خلل في عضلتين، الرايت استرنوماستويد ماسل والرايت ترابيزيس ماسل. فتعالى بقى نبدا اول حاجه بالرسمه ايه؟ البوستيرو فيو او المشهد الخلفي. هيحصل باراليسيس، شلل في الترابيزيوس ماسل، هينتج عنه حاجه اسمها الدروبنج في الشولدر او الدروبنج في الاسكابولا او المعروفه باسم الوينج سكابولا. لو انت هتلاحظ هنا في الرسم ايه، هو رسم خط مستقيم وهنا رسم خط مستقيم، عايز يقول لك انه الاسكابولا اللي المفروض اللي هنا اللي هي على الليفت والاسكابولا اللي المفروض تبقى على الرايت، الاثنين المفروض يبقوا في نفس المستوى. اللي حصل هنا على مستوى الرايت انه حدث هناك دروبنج في الاسكابولا او الاسكابولا اليمنى وقعت لتحت شويه، لان العضله اللي كانت معلقاها او كانت مش علقاها اللي هي عضله الترابيزيوس ماسل حصل فيها باراليسيس، لانه النيرف اللي كان بيغذيها حصل فيه باراليسيس اللي هو الرايت سباينال اكسسوري نيرف. ونكمل.